قام بالله عليك. قام داخل صنعه في السوق. قام اتفصل بموارد الله. السلام عليكم. 82 85 تنودل 85 من 82 ل 85 ما زالش حد. 95 عدل 85 بالصلاة على النبي. الله اكبر. بعمل لي ما شاء الله تبارك الله. بعمل لي بورصه 100000. قدم قدم. ربنا يديك 100000. ربنا يديك 100000. الصلاة على الحبيب. قلبك يطيب. اتفصل 82 لحد 85 ب 100 85. لو جلب اغلى من لحم. الجلب اغلى من لحم. طيب سبب من البلد. سؤال يا معلم. ليه الجلب اغلى من لحم؟ ايه السبب؟ انت راجل معلم وسوق. هذه بورصه. ايوه. طيب ايه السبب يا اخوانا؟ يعني جلب اخذه وقف ويبقى رفع الاسعار. ده التحويل نازل. تحويل السودان نازل. ايوه. كل منزل التحويل الجمل يرفع. كل منزل التحويل جمل يرفع. جمل يا حرام. معلومه جديده برضه خدناها من بقى بسيط من السودان برضه. من زي الاول بعد الحرب المشتريات خفت. يعني هي مكانات معينه بقى زي المزروب ومكانات معينه في الشراء. السودان دي ربنا يصلح حاله. ربنا يفك. ايوه من بعد الحرب ان شاء الله. الله يصلح حاله يا شيخ. يصلح حالنا جميعا ويصلح حال المسلمين عامه. بالصلاه على النبي. فصل 82 ولحد 85 وعايزين في 100000 اصحابه و90 زي كده يعني. بس هو جمل. الله اكبر. واكل لحم يعني. جمل. الصلاة على الحبيب. قلبك يطيب. شايفين هم ده جمل لحم. الصلاة على النبي. اللهم بارك في المال واصحاب المال. حبيبي حبيبي. الصلاة على الحبيب. قلبك يطيب. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما شاء الله. الله يبارك وامد ورزق ان شاء الله. لا اله الا الله. ان شاء الله ربنا يرزقك فيه. يرزقك ربنا ان شاء الله فيه. امين يا رب. صنعة يا حاج. صنعة الجمال. دقيقة يا اخي. اللهم بارك في المال. يا عمدة. ما هجز عام. انت ضاق. اخبارك عمي؟ السلام عليكم عمده. كم بالصلاه على الحبيب؟ لسه والله دبل نزل. لسه. الله يملهم لك بركه ويرزقك فيهم ان شاء الله. فصلوش يعني؟ الله يرزقك فيهم ان شاء الله. هم جملين. الله اكبر. بردلين. الصلاه على الحبيب. قلبك يطيب. كم ده؟ كم راح؟ 57. 57 راح ده. 57. الله اكبر. 57000. عليه الصلاه والسلام. وعليكم. كم يا عمده بالصلاه على الحبيب؟ لا لا ما ما تفصلينش؟ لسه. ربنا يرزق ان شاء الله. المدال المجلع ده يا اخواننا من منيحه بالصلاه على الحبيب. عايز فيهم 150000 جنيه. جوز دول عايز فيهم 150. استنى يوسف عايزك. الصلاه على الحبيب. عايز فيهم 150000. وصلن كام؟ وصلن كام يا حج؟ 123000. السلام. 123000. اتفصلن ولسه شكله قايم عليه. وكل واحد يقول تعود يا عم حسين. يا خال حسين يا ريبهم طيبه. ايوه يا راجل يا ريتك يا راجل يا قفاها فينا اخوه يا ابو تريبه. ما تجي تشوفنا ساكنين هنا. بس يا راجل الله يبارك لك. شنو يا مصطفى؟ يرسل يا محمد. شوف البوشيرة. حاضر البوشيرة. حاضر مباشر كذا. الله يسامحك. انا عارفك. انا عارفك. يا عم لا يا عم. يرسل.
والله ما حبيعها يا مين ما حبيعها بكام؟ بخمسة وعشرين لا بثلاثين لا أنا قلت بمية وخمسين عندك خمسة آلاف لا مش حبيعها يرزق والله يرزق الرجال بستين يا ويد لا والله يرزق يا ويد ابدعنا احنا مش حنقول لك انت مرة تدفعوا يا خوي وصل ال 125 ألف ورفض يبيعها. قاعدين بالصلاة على الحبيب. الرجل على الطلب منه بكم بيضرب حتى البنزها خلاص تمام الرجل يا يا ابيع ليه والله بالعدل والله بالعدل طيب يا مين بالله يوم ما اخذت منه جادة ألف كده كاش خذ عرقة ليه حقت القعود شرف 125 ألف جنيه وصاحبه متعصب ومش عايز يبيع حلو الصلاة على الحبيب بس قاعدين الله أكبر يا إخواننا في مرض الله الصلاة على الله لا مال طيب واحد يا راجل مال تداويه مال طيب المنيحة؟ المنيحة يا خال خاف الناس الله يوسع عليكم مال طيب ما له 40 سنة فيك السودان ما شاء الله الله يقويك يديك الصحة ولا طول العمر يا أحمد يا أحمد أنا عارف القعود وعارف سم وعارف المال الطيب ده ما كانش زين هي جاهل الذبح هو الذبح تذبح الذبح يا زرع ياكل كيلو دان دان صلى على النبي 125 وصحيح من إرافة دي بيها زعلان الصلاة على النبي إنه مستويات بصراحة يا عم عجب سلطان قبلها واكلة بموارد الله البهاية واكلة مع الدقة هو صاحبهم هو مشتريها صاحبهم ولا ب 25 والله لو قلبي سمح 25 والصلاة على النبي 125 ألف جنيه ما رضيش يبيعها يا رجل نصيبين قاعد وين يا خال من الله يرزقك ربنا فيه ناس منيحة رفتة حلوة ناس منيحة بالصلاة على النبي دول اتفصل 125 ألف جنيه وأبى يبيعها غرب السيل السلام عليكم صباح رضا كام ده لسه متفصل الصلاة على النبي شباب غرب السير اصوان النوبة ادب النوبة عبد الستار ايه اخبارك عامل ايه الصلاة على الحبيب قلبك يطيب ما شاء الله لسه ما اتفصلنا يلا ربنا يرزقكم فيه ان شاء الله اصوان والنوبة وغرب السير والمية والخضرة والسياحة الصلاة على النبي القلوب بكر السمرة والقلوب البيضة